أنا اسمي عبد الكريم محمد أيوب، مواليد مخيم العروب في الضفة الغربية فلسطين. في 1967 أهلي انتقلوا إلى الأردن، وعشنا في مخيم البقعة في الأردن لغاية ما أنهيت الثانوية العامة. طبعا كانت ظروف معيشية صعبة في داخل المخيم، كنا العائلة كاملة من 12 نفر في غرفة واحدة، وقبل الغرفة كانت عبارة عن خيمة، فكانت ظروف معيشية صعبة ولكنها كانت دافع لنا بأنه إحنا نطور أنفسنا ونتسلح بالعلم وبالإرادة وبالتواضع وبالتصميم. الحمد لله استطعت أن أعمل ماجستير في داخل أمريكا، وأعمل الدكتوراه في التنمية الدولية، وأرأس مؤسسة إغاثية في أمريكا مقرها واشنطن. وبفضل المولى استطعنا خدمة أكثر من 2 مليون شخص على مستوى العالم، واستطعنا أن نعطي أمل لكثير من محتاجين العالم، ونضع بصمات على وجوههم في داخل أمريكا وخارج أمريكا. فهدفنا إحنا رسم بصمات على وجوه المحتاجين. مسؤول الأنروا في نيويورك اتصل فيا وطلب مني إذا ممكن أنا أذهب إلى نيويورك، فذهبت إلى نيويورك. وأنا جالس قال لي بس انتظر شوية، في واحد حيجي يشوفك. بعد شوية دخل شخص وقال لي أنا بس كنت عايز أسلم عليك وأشوفك، فأنت بالنسبة لنا قصة نجاح، إنسان كنا إحنا نساعده في مخيمات اللاجئين والآن أنت اللي بتساعدنا، فشكرا ليك. وسجلوها عندهم في الأنروا في الأمم المتحدة. هذه قصة نجاح لفلسطيني ربى في مخيمات اللاجئين وأصبح هو من كبار المساعدين للأمم المتحدة ولكثير من المؤسسات في العالم. وأنا أذكر قصة رويتها في البيت الأبيض. إحنا في داخل أمريكا هنا نرى كثير من الناس يناموا في الشوارع في البرد، يتغطوا أحياناً بورقة الجريدة أو يعني بشادر خفيف، وفي ناس كثير تبقى جعانة، ومع ذلك لها أهل. لكن غياب التكافل الاجتماعي وغياب القيم العائلية أجبرت هؤلاء أن يناموا في الشارع. مبدأ التكافل الاجتماعي في الإسلام لوحده منع من هذه الحادثة تكون منتشرة في العالم الإسلامي. فترى في المناطق الفقيرة والفقيرة جدا في العالم الإسلامي ما ترى ناس كثير نايمة في الشارع في البرد أو في الحر الشديد، إنما التكافل الاجتماعي والقيم العائلية اللي موجودة في المجتمع الإسلامي جعلت هذا التكافل يحمي الأفراد من أن يكونوا في الشارع. ومع أنه أمريكا تعتبر أعظم دولة في العالم تعاني من هذه المشكلة التي لا تعاني منها أفقر دول العالم الإسلامي. فإحنا نقول لإخواننا اللي الظروف ما ساعدتهم، هناك أمل، وأن الله سبحانه وتعالى سخر كثير من عباده لخدمتهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم إن شاء الله.